السيارة كما راك تشوفني راني لابس وكما راك تشوفني الجمهور راني لابس وعندي بطاقة مشارك يعني مشارك أنا من المفروض نكون مشارك لكن سي حميدة العياشي ذكرني باللي أني لحقت في وزارة الثقافة التابعة لليابان قال لي رانا قفلنا البرنامج لأنك تأخرت. رسالة للسيد رئيس الجمهورية المحترم عبد المجيد تبون. أنا الشاعر والإعلامي بالقاسم زيتود أناشدك باسمي وباسم كل الفنانين أن تنظر إلى هذه الفئة الهشة اللي عندها تقريبا مدة سنة حراك وسبعة شهور كوفيد لا شغل ولا مشغل سيد الرئيس. لكن رسالتي الآن اللي حبيت نقولها أنا من المفروض نكون الآن في قاعة القصر الثقافة مفدي زكريا كمشارك بقصيدة مقاوم. مقاوم تثمينا لخطابك ولكلمتك الرنانة اللي خضعت صداها في العالم ككل هي لا للتطبيع، لا للتطبيع ولا للهر ولا للتطبيع، وهذا موقف ثابت من الجزائر والدولة الجزائرية وعلى رأسها عبد المجيد تبون. نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. كنت رايح نشارك بقصيدة مقاوم لأننا قتلنا الفيد، لا نشاط ولا مشغلة ولا حتى شيء شغل، يعني ما كانش سيد الرئيس عندنا دركنايا. شخصيا عندي مدة عامين ولا ثلاث سنين سجلت نشيد واحد اللي هو تثمينا لخطابك على رفع الراية على مستوى الشرفات بمناسبات الأعياد الوطنية، وسجلتها رأيتي للتلفزيون الجزائري وجلست مرة واثنين وما زدناش شفناها. هذه المشاركة تاعي اليوم حشمت صاحبي البارح واليوم جهداني بالسيارة كما راك تشوفني راني لابس وكما راك تشوفني الجمهور راني لابس وعندي بطاقة مشارك يعني مشارك أنا من المفروض نكون مشارك. لكن سي حميدة العياشي ذكرني باللي أني لحقت في وزارة الثقافة التابعة لليابان قال لي رانا قفلنا البرنامج لأنك تأخرت وراك تشوف الفيديوهات باللي ما كان حتى واحد بدأ كلهم في الهول. سيادة الرئيس شوف هنا بالقاسم زيتون.